وبما اننا بنتكلم عن التعليم، حابه اني اتكلم بالذات عن اطفالنا اللي نفسنا اننا نشوفهم احسن ناس في الدنيا. اول حاجه بيمر بيها اطفالنا في الحياه هي الحضانه. بيبداوا منها ويعرفوا ويفهموا ازاي يتعاملوا مع الناس، ازاي يقروا يتكلموا يكتبوا، ده غير المناهج العلميه اللي هم بيدرسوها. وبخصوص الموضوع ده عجبني جدا كتاب اسمه قطر الندى، اتعمل منه نسخ مخصوصة للأطفال سهلة ومبسطة جدا عشان يتعلموا منها كل حاجة وينموا مهاراتهم عن طريقه. وعشان كده معايا ضيفتي الأستاذة منة، مسؤولة التسويق في شركة قطر الندى، واللي هتكلمنا عن مميزات الكتاب للأطفال والفرق بينه وبين الكتب التانية. اهلا بيك يا استاذه منى. اهلا بحضرتك. قولي لي بقى، كتاب قطر الندى ده مين اللي فكر فيه الاول خالص؟ هو في البدايه طبعا انا فخوره ان انا مع حضرتك النهارده بنتكلم على سلسله كتب قطر الندى. هي مجموعه من الكتب مقسمه لمرحلتين، طبعا زي ما حضرتك ما قلت طبعا في المقدمه الجميله اللي ما فيش زيها بصراحه. ربنا يخليك. هي بالفعل احنا اهتمامنا وتركيزنا الاساسي على الاطفال من التنشئه، بالذات الحضانه زي ما حضرتك ما قلتي. اول مرحله الطفل بيبدا يحتك بيها خارج البيت هي الحضانة، وإزاي يتعلم يتكلم وينطق ويحتك بالناس حتى في السلوكيات عموما، مش بس على قد كتعليم فقط. يعني احنا طبعا قسمنا سلسلة الكتب على مرحلتين، مرحلة الحضانة ومرحلة الابتدائية. عندنا كل المواد في الحضانة وفي الابتدائية، كل المواد مطابقة لوزارة التربية والتعليم. بنطور طول الوقت. المجموعة زي ما حضرتك ما قلتي بالفعل هي سهلة جدا جدا جدا، يعني حتى الكبار يستوعبها، الكبار نفسهم هيقدروا يشرحوها. طب في خبراء بقى متخصصين؟ بالفعل بالفعل احنا الحمد لله عندنا صفوة من كبار المتخصصين في كل مادة وفي كل مرحلة عمرية. يعني لكل مرحلة طبعا بتختلف، من يعني مرحلة الحضانة غير مرحلة الابتدائية، وكل مادة بتختلف من مرحلة لمرحلة ومن سن لسن. احنا عندنا صفوة كبيرة مهتمين جدا بده ومتخصصين في ده عشان ما يعني يطوروا، نطور ونتابع وزارة التربية والتعليم كل فترة بتطور بتضيف. طب ازاي انتوا بتأهلوا الطفل الى انه لما يبص حتى في كتابه مش هيعرف يقرا طبعا في مرحله الحضانه؟ هل انتوا بتعملوا له رسومات معينه او حاجات معينه بيها ان هو يفهم الحدوته دي ايه؟ بالفعل احنا الكتاب فتره الحضانه هو مجموعه كتب تاتا تاتا، يعني حتى اسمه لذيذ شويه للبيبيهات، اللي هو لما كنا اللي هي تاتا تاتا خط العتبه. حاجه سهله ولذيذه عشان الولد او البيبي مجرد ما يدخل الحضانه يقدر انه يحفظها. لان الاطفال اللي بيدخلوا الحضانه يعني خايفين، مش هيقدروا يكتبوا او هيقدروا يحفظوا يعني. بالظبط. احسن الصور هي اللي بتاخد. الطفل بيتشد جدا للحاجات اللي فيها رسومات والاشكال والالوان. فاحنا مهتمين جدا جدا جدا، شكل الكتاب معمول له اخراج حلو جدا، وكرسومات مهتمين قوي بالالوان، بالوان الكتاب. دايما بعد كل يعني مثلا احنا في كتاب تاتا تاتا للغه العربيه وليكن، في اللغه العربيه كل حرف موجود معاه مثلا القصه، ومثلا كلمه ارنب، رسمه بارنب، والولد المفروض ان هو يمسك القلم ويحاول انه يعني مش هنقول انه يلون، بس على الاقل يجرب انه يمسك القلم ويشخبط. مجرد الشخبطه دي هتدرب ايده انه يقدر فيما بعد يكتب، لان طبعا الاعداد للطفل ان هو اول سنه دي بيبقى صعب عليه ان هو يمسك القلم او كده او يبدا انه يكتب، دي بتبقى صعبه عليه. طب عايزه اقول لك حاجه، من مش بتعلموهم سلوكيات معينه؟ السلوكيات دي بتبقى عن طريق القصص زي ما حضرتك ما ذكرتي. احنا بالفعل عندنا على كل حرف في مرحله الحضانه في كتاب تاتا تاتا للغه العربيه، احنا عندنا لكل حرف قصه. القصه دي من خلالها بيكون في دروس مستفاده. الدروس المستفاده طبعا حضرتك عارفه يعني الطفل في السن ده بيبقى خياله واسع. لا مش خياله بس، الطفل اليومين دول
تكنولوجيا نخليهم منفتحين، بيستعملوا الموبايل احسن من الكبار فعلا، فممكن ما تخاطبوهمش كاطفال لسه صغيرين قوي، تخاطبوهم من خلال التطور التكنولوجي اللي بيحصل. بالفعل احنا يمكن تميزنا في سلسله كتب قطر الندم النقطه دي، كويس ان حضرتك نوهتي عنها. احنا الحمد لله نعتبر من اولى سلسله الكتب اللي بنعرض قناه على اليوتيوب، لينا قناه على اليوتيوب، قناه قطر الندم على اليوتيوب. باذن الله في فتره وجيزه جدا هيكون في فيديوهات لينا لكل المراحل العمرية زي ما قلت لحضرتك، من بداية من سن الحضانة لسن الابتدائي. طب هل الكتب دي بس مخصوص لحضانة تاتا ولا بتوزعوها على بقية الحضانات؟ هي موجودة على مستوى مصر كلها، أي حد يقدر يشتريها، موجودة في المكتبات، موجودة في كل مصر. وعايزة أقول لحضرتك كمان إن أنا تفاجأت، يعني لما بدأنا نصور البرنامج تفاجأت على الفيسبوك لما نزلت الإعلان عن البرنامج قطر الندى، تفاجأت بأنه أغلب الأمهات عارفين، يعني عارفين عن كتاب قطر الندى، ومش أمهات يعني حديث، لا ده أمهات من زمان. فقطر الندى يمكن من أكتر من 20 سنة هو موجود في السوق المصرية في المكتبات، والحمد لله كل سنة عن سنة بيتطور، مواكبين وماشيين على خطى وزارة التربية والتعليم، بنشوف إيه اللي مناسب لكل فترة يعني عمرية، لكل فترة عمرية بتطور ولكل جيل كمان. يمكن الاقتراح إن احنا نعمل نتميز بفكرة اليوتيوب، لأنه الأطفال دلوقتي بقت فعلا زي ما حضرتك قلتي تمسك التابلت والآيباد والموبايل، مش بيعترفوا بالكتب دلوقتي خالص خالص. لو جبتي اي طفل وقلتي له تعالى هذاكر لك، بالنسبه له يعني حاجه صعبه جدا، ومش هيبقى مش محبذ. تمام. القيم بقى والمبادئ اللي انتوا بتقدموها لهم من القيم والمبادئ المصريه اللي هي بتعلمهم السلوك المصري الصميم. يعني مثلا دلوقتي بنسمع كتير قوي عن الاطفال اللي بيحدفوا القطارات بالطوب واللي مش السلوكيات دي، عايزه تبتدي انت رايك، هل الحضانه ليها دور الأكبر ولا الأهالي في البيت عليهم الدور الأكبر؟ الاثنين بحد سواء، ما ينفعش ان احنا نقول لا البيت هو المسؤول او الحضانه هي المسؤوله، بس هو اللي بيأسس من قبل الحضانه. بالظبط، البيت طبعا اكيد بيأسس طبعاً. اكيد بيأسس طبعاً. والعامل المساعد الاكبر بعد كده هو طبعا الحضانه، السلوكيات اللي الطفل بيتعلمها من المدرسه في الحضانه، السلوكيات اللي هو بيتعلمها من خلال المواد اللي بيدرسها. يمكن احنا كمان فكره ان احنا يعني ماشيين على خطى وزاره التربيه والتعليم، ولكن بنطور بشكل انه القصه مثلا تكون فيها درس مستفاد، انه يتعلم حاجه، انه الامانه مثلا، ازاي ما تكبرش على اصدقائي وما اكونش اناني، لا وسلوكياته في الشارع، يعني ما ياذيش حد، ما ياذيش ممتلكات الغير وهكذا. احنا دي مهمه قوي على فكره، من بالفعل، لان دلوقتي الحقيقه بقت منتشره جدا حكايه ان هو فعلا يخرب في حاجات الغير. فعلا يعني بص اسمعي، واحد على الكوبري الجديد اللي اتعمل بيفك صاموله، طب هيعمل بيها ايه؟ اللي بيشيلوا البلعات وطفل صغير يقع في البلاعه، ما دي سلوكيات لازم يتعلمها من نشأته، انه يحافظ على بلدهم، وان بلدهم دي صوره مشرفه لازم يتشرفوا بيها انهم يحافظوا عليها. فعلا. دي على فكره سلوكيات انا بعتبرها في المراحل الاولى للطفل، انت بتغرسي فيه الروح دي من وهو صغير. طبعا بلاس البيت لازم برضو وانا عرفت ان انتوا بتقدموا دروس صوتيه للاطفال، يعني تقولوا لهم حاجه بالصوت هم يرددوا وراكم. بالظبط، هو احنا عن طريق القناه اللي احنا عاملينها بيكون في قصص، بيكون في يعني احنا دايما بنركز على ايه اللي بيجذب الطفل. الطفل في المرحله دي بيكون عايز اكتر يسمع، لو في اغنيه مثلا شغاله في التلفزيون او اعلان او بيعمل زيها. بالظبط، بيقلب. بس هي المشكله بقى منا في حاجه، بص ليه اطفال بيتكلموا ساعات لغه عربيه زي الكرتون اللي بيجي لنا باللغه العربيه. امي هل اعددت الطعام؟ امي انا ذاهب الى الحديقه. فدي ده هو مش وحش طبعا انهم يتكلموا لغه عربيه، بس هم بيعتبروها لعبه،
يعني ما بيكونش مش يعني ما عندهمش فكرة الإدراك إنهم يميزوا ما بين إزاي بالزبط. أكلم دي بقى يعني مهمة الأم في البيت. أنا يعني رأيي الشخصي إنه هو يعني علميا الطفل كويس جدا إن هو يطلع عارف النطق الصحيح يعني للغة العربية الفصحى بتاعتنا، ولكن مش في المرحلة الصغيرة المامي بقى المامي طبعا. بقى وهي بتتكلم معاه وبتتعامل معاه في البيت تعرفه إنه اللغة دي علشان الدراسة تفيدك مستقبلا، لكن معانا هنا في البيت احنا بنتكلم عادي انا وبابي واخواتك، لازم تفهموا انه يفرق ما بين انه ازاي يتكلم مع الناس اللي حواليه والمحيطين بيه، وتضرب له امثلة وتوريه انه اخواته بيتكلموا او لو حتى ما عندوش اخوات صحابك شوف اللي حواليك انا وبابا بنتكلم ازاي. بدون قطع كلامك يعني انا امي الله يرحمها كانت بتعمل ايه وولادي ببهات مش فاهمين حاجة، تقعد تتكلم معاهم فعلا. على فكرة الطريقة دي طلع انها صح جدا جدا، تتكلم معاهم كل ده بيتخزن عندهم في الميموري فعلا. ف ده مهم ان انت مش تعتبري ان الطفل ده طفل صغير مش فاهم حاجة، لا هم فاهمين كل حاجة، كل حاجة بتتخزن على كل فكرة. حاجة للأسف بتتخزن وخصوصا أطفال دلوقتي يعني أطفال دلوقتي اللي كان عمره سنة زمان دلوقتي عمره 10 سنين فعلا، أكنه عنده 10 سنين. طب قولي لي ايه المميزات التانية اللي انت من وجهة نظرك موجودة في الكتاب؟ احنا كتبنا ناس يرحمكم الله الكتاب يعني جودة الطباعة بتاعته حاجة جميلة جدا وحاجة شيك مهم جدا طبعا ملفتة طبعا للطفل. الطفل لو اديتي له ورق جرنان هيرمي هيقول لك ايه ده، لو حاجه ملونه هتاخد لو حاجه ملونه وعليها رسومات كمان طبعا. مناسبه لسنه طبعا. والوان ملفته مش اي الوان يعني لازم تكون الوان ملفته بتختاروا الوان معينه طبعا منها. طبعا لازم لان يعني الطفل برضو له سيكولوجيه معينه لازم التعامل معاها مش يعني زي ما قلت دكاتره نفسيين وكده بيشرفوا طبعاً على طبعا متخصصين لازم كل حاجه كل حاجه في الكتاب فيه اخراج يعني في اخراج للكتاب بشكل متسلسل وسهل. انا نفسي لما كنت شايفين الكتاب اهو هي الالوان اهو موجود معانا على الشاشه هي الوانه حلوه قوي وتشد انتباه الطفل فعلا ملفته فعلا. يعني ببقى انا نفسي اجيب كتاب زي ده واقعد اتصفح فيه كده اني اكيد تتفرجي فعلا الالوان جميله وفي تسلسل حلو وفي اخراج يعني زي ما حضرتك شايفه ده اللغه الانجليزيه تمام. دي طبعا مواد مختلفه رياضيات طبعاً. ودراسات. طب قولي لي بقى بالنسبه للغه الانجليزيه برضو بتبتدوا معاهم من سن الحضانه؟ من سن الحضانه طبعا طبعا من سن الحضانه زي بالظبط وزاره التربيه والتعليم ما بنختلفش عنه بس مع التطور اللي انتوا بتطوروه في الكتاب وكده مع التطور طبعا. هو يمكن احنا المميز عندنا اكتر انه احنا معتمدين اكتر على فكره انه الطفل بيمسك الايباد او التابلت بيقعد يفتح فيديوهات طبعا. في حاجات مواد عنيفه جدا جدا بتعرض على اليوتيوب، فاحنا فكرنا في انه ليه ما يكونش من البيت الولد حصتك في بيتك يعني بدل ما يعني دي بتنصحي الامهات انهم يبتدوا بالكتاب بالكتاب من قبل ما الطفل يدخل الحضانة؟ طبعا ليه لا؟ لو حتى مش قادرة تجيب الكتاب او بالنسبة لها انه ابنها مش سنه لسه كتاب ليه ما بدل بتلهيه مثلا بالموبايل اللي هي بحاجة ممكن هتفيده يعني لو هو لسه حتى ما دخلش حضانة مجرد انه هو هيسمع وهيشوف هيتعلم وهيتفاعل مع المادة اللي بتتقدم منا. انا بشكرك جدا وطبعا انتوا عاملين مجهود يعني نقول عليه مجهود راقي جدا فعلا على بالنسبه لاعداد الطفل انه يخش مدرسه فيبقى مستواه في المعقول يعني بالزبط. بس ارجو ان انتوا تحافظوا برضو على سلوكيات الطفل يعني ده تعليم السلوكيات ده مهم قوي منا على فكره احنا مركزين جدا جدا لانه مش بالكتب على فكره ده بالكلام وبالحوار وده مهم برضو الحوار مع الاطفال بالتالي هيبقى مفيد بالنسبه لهم اكتر. اكيد بشكرك يا منى قوي قوي وبنشكر طبعا جميع العاملين في قطر الندى
وبنقول لهم الى الامام دائما. شكرا يا نيمان. انا اللي بشكر حضرتك كده. فاصل ونرجع لكم تاني مع الفقره الجايه ان شاء الله.